السلام عليكم مشاهدينا في مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من حي النصر في جماعة الهرويين التابع لإقليم مديونة. اليوم كيف ما كتشوفوا معنا، يعني سكان هذه المنطقة دايرين يعني باريار هنايا ضد المستثمر اللي ضحك عليهم وخد لهم الأرض ديالهم وقال لهم غادي نبني فيها وغادي نخدم لكم ولادكم ونخدم لكم رجالاتكم. من 2019 ما عطاهم حتى شي حاجة وما بقاش كيجي. كيف ما كتشوفوا بنى المصانع ديالو ها هو معايا، وهما اليوم يعني ودانين وقفه احتجاجيه ضد هذا المستثمر، واليوم غادي نعرفوا القصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قولنا لنا شنو المشكل ديالكم؟ المشكل ديالنا بان هذا السيد خدا لينا الارض ديالنا عنوه. في الاول دخلنا قال لنا غادي ندير مشروع في هذه الارض وغنتعاون معكم وغنخدم لكم وليداتكم اللي ما خدامش غادي نخدموا. مين بدا المشروع ومن بعد من غيبدا المشروع انتم غتعاونوا معايا عاد غنعطيكم المستحقات ديالكم. مين طلبنا المستحقات ديالنا؟ يعني هو جا في الاول شنو طلب؟ طلب قال لك غير بحال غتعاونوا معايا راه حتى ما يتحرك المشروع ونعطيكم المستحقات ديالكم باش نخدم لكم وليداتكم. عرفنا انا بان المنطقه نائيه والناس ما خدامينش فيها، واصلا هاد الارض كانت فلاحيه كنا كنستافدوا منها على الاقل عام كنجيبوا الزرع وعام كتستريح كيبقاو الناس في سبيل الله كيسرحوا فيها كاع، واي واحد كيقول الله يرحم الوالدين كيسرح فيها، والعام الاخر ثاني كنحرثوها حنا الورثه كل واحد شحال كيجي. من دار المشروع وداك الشيء سد علينا من 2017 حتى 2020، درنا الشكايه الاولى درنا الشكايه الثانيه درنا الشكايه الثالثه، لا حياه لمن تنادي. ما كاينش اللي تيعطيك حتى وقت وتيقول لك واخا. احنا كنا كنعانيو، انا خايده وكاله من الزوج ديالي كان خدام، ولكن هذا السيد هذا جا قال لكم عطوني الارض عطيتوها لي هكاك. لا هو دخلنا بواحد الطريقه باننا شوفوا انا راه ما غنضيعش لكم حقكم، كتعرفوا الناس مساكن هنايا الناس على قد الحال يعني كلاهم بيديك حيطمعكم طمعهم، والارض ديالكم غتولي تساوي من غيوفروا فيها المشاريع وهذاك الشيء. انا بحال بوابه غنفتح لكم مشاريع اخرى غتجي. من دار المشروع ديالو سد علينا ما بقاش كيتصوتنا، تيطلب لوسي باش يخدم غير سيكيريتي ولا شي حاجه. والله عرفتي حالته كيفاش، واخا اسمحي لي فاش عطيتوهم هاد الارض درتو معاه شي عقد؟ درتو معاه؟ ما كاين حتى شي عقد، الا كان شي عقد يجيبو حطو، ما كاين حتى شي عقد، ما كاين حتى شي عقد، ما كاين حتى شي عقد. كيقول بان هاد السيد راه حنا تساهلنا معاه ولا مضينا ليه ولا عطانا شي حاجه، وزيدون دابا حنا بغينا المستحقات اللي ترضينا حنا ماشي اللي ترضي هو. ودابا قال لينا انا دوزت الطريق وبحال بهذا المفهوم اعلى ما في خيركم ركابوا كيف كيقولوا. حنا سيدي حنا دابا ما بغينا والو، بغينا غير المستحقات ديالنا. السيد ما بقيناش كنتواصلوا معاه، هو مشى. مين كنسقسيو عليه تيقول لك اودي هو المشروع ديالو راه كراه لشي ناس اخرين. هذوك الناس كيقول لك حنا غير كاريين، حنا ما عرفنا والو. حنا دابا كنطلبوا من السلطات ومن سيدنا ينصرنا، هذه راه ارضنا وارض جدادنا وارض وليداتنا من بعدنا، الا ما حققناش كيما حنا شكون اللي حقق عليهم؟ حنا دابا حنا في عصر حقوق الانسان زعما شنو نقول لك دريشو درينا بزاف. وفي الملك ديالنا ماشي غير راه غتبقى عندنا الملكيه، عندنا التيتر، عندنا كل شيء، ماشي غير بحال ارضكم ارضنا وتنزعات لينا بحال قلتي ارضنا نزعات لينا صحه. عندكم الوثائق اللي كتثبت هذا الشيء؟ عندكم كل شيء؟ الوثائق هما دابا انا عندي شكايات، عندي ثلاثه شكايات. الشكايه الاولى لا الوثائق اللي كتثبت ملكيه الارض عندي الملكيه وعندي الوراثه انا باسم وراثه عزيز بشعيب. سمعتي هاي الملكيه، صوري الملكيه، هاي الملكيه وحنا عندنا في المحافظه باسم وراثه عزيز بشعيب.
سمعتي وانا عندي وكاله ديال الراجل وكاله ديال السيارة الفرنسيه. لوسي في كل صيف كيجي مسكين كيبقى يجري ما كيدوز لا عطله لا والو، كيبقى يجري مع هاد الارض ملي كيحق يوصل الوقت ديال وليداتو كيهزهم وكيمشي من التقهر ديال الوكاله. والدور الانساني يجي باش يخرج ويجي يبقى متابع مشاكل ديال الارض. وهنا في هذا الوقت في هذا الزمان اللي كان شي واحد قوي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا. السلام عليكم. عافاك سي قولنا شنو المشكل؟ اختي اش نقول لك، هذا مولر هذا كما قالت مرت خويا كلشي اللي قالت هو اللي كاين. هذا مولر هذا لقاهم ما فاهمين والو، غمق عليهم. مش شركة دار هنا شركة ديال اش الشركة اللي دار؟ شركة فيها ديبوات كاين 26 ديبو، عنده العمال عنده كلشي، عنده 26 ديبو كل ديبو يمكن 5 مليون. واخا انتوما ما حاولتوش تحلوا مع الامور ويديا زعما تقولوا ليه؟ حنا ما كنشوفوش نهضر مع الدار ديالنا. جابنا ومشى. جا وسلم هضر مع الناس قال لي بغينا نعطيكم ديالكم نوصل لكم ديالكم نكمل المشروع ديالو هو سالا. ما بقيتيش شتي. سلم لواحد اخر. ما بقيتيش شتي كنسولوا عليه دابا 3 سنين. من 2017 كلشي مضرور عندنا حنا. هاد الارض هادي بعدا انا كنت كنتنفع منها انا ما خدام ما والو. يعني كون كتقولوا كون هي بقات لينا ارضنا. هذا كندير منا واحد القطار ديال الزرع واحد 60 بار ديال التبن كنبيعها بواحد 1000 درهم. كندوز بها نخلص بها الضو والمتاء انا وكندوز الوقت. ودابا ما بقى والو. واش بقى؟ شوف دوري شوفي اش بقى؟ ولات زباله من دوز واحد الشانطي هذا ولات هذه زباله هذه انت يا. انا شوف على البركاسه ديالي. شوف شحال كنطلبوا والو القانون، كنطلبوا من السلطات المحليه كامله توقف معنا. الله يرحم الوالدين. انا عندي امي عندها 96 سنه كتاكل 100000 ديال الدواء. دابا نديك عندها ردها راه صوريها كاع. اش هادي حقره فينا ما عرفتش فين نوصلوا ولكن دابا السلم حيت هذه دوله الحق والقانون. نعم الله ينصر سيدنا. عاش محمد السادس. هذا الشيء اللي كاين. دابا شنو كطالبوا اليوم من هذا السيد هذا؟ كنطالبوا منو ديالنا في هذه الارض. كنطالبوا منو يجي يتواجه معنا. اللي ترضينا حنا. و 3000 متر وادي اللي واخد لينا. هذا السيد هذا خرج هذا الشانطي هذا بلا علم ديالنا بلا اذن ديال السلطات. بحال بغا تقول لي صحه. حنا نعرفوا حنا شكون هذا السيد هذا واش فوق القانون؟ حنا التاجئوا القضاء بغينا نعرفوا هذا السيد واش هو من الملك؟ حنا بغينا نعرفوا هذا السيد شكون؟ دو الشانطي. يعني انتوما كتشوفوا انتوما صحاب الملك هو ما عنده حتى وثيقة وكيف وليتو انتوما البرانيين. حنا البرانيين. حنا كنموتوا حنا كنقطعوا. يجيب لنا شي وثيقة يجيب لنا شي وثيقة كتدل يجيب لنا شي وثيقة كتدل بأننا حنا عطينا الأوكي باش يدوز لنا الطريق. يجيب لنا شي وثيقة يجيبها لنا. حنا يعني الهدف ديالنا حنا بغينا نعرفوا. حنا بغينا نعرفوا كيفاش داز زادنا. كيفاش؟ وشنو هو الحل اللي يرضيكم يديروا معكم؟ المستحقات ديالنا غيجي 3000 متر ولكن المهندس كاين كلشي غادي يعبر هذاك الشيء كاين اللي ديال الاراضي. حقكم حقنا حنا كنخلوا ديالنا فوق حقنا ما بغيناش. حنا بغينا حقنا ديالنا ديال الارض. جدودنا وجدود جدود 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 نبقى نقول لك انا بعد غدا جدود شنو هاد الارض هادي. وهاد الارض هادي سميتها الدكاليه جوج. الدكاليه جوج فما يفوق على واحد 40 وريت. النصر جوج. النصر حي النصر جوج. الله ولات حي النصر جوج. كانت دوار دوار سيدي احمد بن الحسن. دوار سيدي احمد بن الحسن. الاسم القديم دوار سيدي احمد بن الحسن. دابا سموه حي النصر جوج. انا تزدت هنا وكبرت هنا وهادشي كاع مكان هنا. ودابا حنا كنطلبوا من الله والاول ومن السلطات. من سيدنا. وقف معنا. ما عندنا جهدنا جهد الله. سعادة القيد. غدير شي حاجة ما غاتسهل. اللهم حنا غادي قانونيين. ما كنخالفوش القانون وما بغينا والو. بغينا ديالنا. بغينا ديالنا وسيدنا الله يرحم لك الوالدين. سيدنا وقف معنا. سيدنا حنا سيدنا وقف معنا. سيدنا الله يرحم الوالدين. سيدنا في هذا البلد تيحمي الضعفاء. حنا ضعاف سيدنا بغيناك تحمينا. بغيناك هاد الناس راه داو لينا ارضنا. سول سيدنا وبحث. وعاش محمد السادس. سيدنا كنطالب منك سيدنا سول في هاد الارض الدكورية جوج وبحث. وتعرف الحقيقة. الحقيقة. تعرف الحقيقة كاملة. إن شاء الله القانون ياخذ المجرى ديالو وتاخذوا الأرض ديالكم إن شاء الله. بغينا ديالنا. عندنا الاسم ديالنا في المحافظة. مادام عندكم مراقيكم وعندكم كل شيء أكيد أن القانون في صفكم. القانون في صفكم والقانون غادي ينصركم مادام عندكم إن شاء الله كل شيء. السيد راه تعدى علينا ودا لنا أرضنا ومستحقاتنا. حنا كنطالبوا بها. درتوا لي هاد اللي باغيه باش تحبسوا ما يبقاش اش يدير معنا حل. حيت هو راه دواء معاهم دابا 4 سنين. اليوم غدا بعدو اليوم غدا. حنا كنعانيو.
وعاش محمد السادس، وتنقولوا وعاش محمد السادس. عم كيف ما شفتوا معنا اصدقائي المشاهدين، يعني المعاناه ديال هاد الساكنه مع المستثمر اللي ضحك عليهم وقال لهم غنخدم لكم ولادكم وغادي نبني لكم وغادي نقاد لكم، ولكن من 2017 من بنى المصانع ديالو ديال التخزين ما بقاش بان، ودابا سدوا عليه الطريق باش ما يبقاش يدخل. وكنتمنى وان شاء الله يعني هاد الناس ديال هاد الارض ترجع لهم المستحقات ديالهم. وشكرا لكم متتبعينا على هاد التتبع.